السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى بنات، وحشتوني. النهاردة بنات هنعمل مع بعض وصفة البلح الشام بكل أسراره وتكاته وسر القرمشة بتاعت البلح الشام اللي بتوقع باليومين. أول حاجة بنات هنبدأ بيها الشربات أو الشيرة. الشربات ده بياخد 2 كوباية سكر لكوباية مية واحدة. أنا حطيتهم في حلة وحطيت عليهم 1/2 ليمونة وبحطهم يا بنات من غير ما احركهم ولا اقرب عليهم خالص. تمام يا بنات، 2 كوباية سكر جن وكوباية مية عشان شربات البلح شام لازم يبقى تقيل، علشان لو خفيف يا بنات بيخلي البلح شام يعجن معنا. نيجي بقى لمكوناتنا يا بنات. عندي 1 كوباية مية وكوباية دقيق. كوباية المية نفس حجم كوباية الدقيق يا بنات، يعني الكوباية اللي هتعاير بيها تكون نفس الحجم. وعندي 2 معالق نشا وعليها رش السكر وحبة ملح، وعندي هنا 1/4 كوباية زيت، وعندي 2 بيضات وعليهم 1/2 معلقة فانيليا. حطيت يا بنات كده المكونات الجافة مع بعض في الطبق. ما تنسوش يا بنات تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندنا، وياريت يا بنات تعملوا لنا لايك كبير وحلو زيكم كده. يا بنات احنا حطينا المكونات الجافة كلها في طبق واحد، وهنا كانت الشربات خلاص غلى معايا. هفضيه يا بنات انا كده هطفى عليه وهفضيهم في بولة كبيرة عشان يبرد، يعني على ما نخلص الوصفه بتاعتنا يكون هو برد. وهاخد الحله دي هغسلها وحط فيها الميه والزيت. حطيت فيها 2 كوباية مية و1/4 كوباية زيت ونزلت عليهم يا بنات لما غلوا اهو بالمكونات الجافه اللي احنا كنا حاضرينها مع بعض. هنقعد نقلب فيهم يا بنات لغايه لما تتلم معانا العجينه والدقيق اللي في الحله ده كله يختفي مع بعضه. تمام، هنقعد نقلب فيهم كده لغايه الدقيق ده خالص ما يختفي. شايفين يا بنات ده الدقيق كده اختفى خالص. وعشان تعرف انك انت ماشيه صح هتلاقي الحله بتاعتك من تحت لزق فيها العجين ده كده، يبقى الوصفه العجين بتاعك استوى وزي الفل. تمام يا بنات، هنقولهم في طبق واسع كده عشان خاطر لازم نبرد العجينه معانا تبرد عشان نقدر نحط عليها البيض. عندك عجانه هتحطيه في العجان، تمام، هيسهل عليك. بس انا عندي بس كسلت انزل بصراحه لان المقدار صغير مش محتاج عجان، يعني ممكن بالمضرب اللي هو اليدوي الويسك تعملي بيه. انا برضو فضلت ان انا اعمل بالمعلقه الخشب لان الكميه مش كتيره يعني فمش هتتعبني اصلا. هنقعد نقلم فيهم يا بنات كده لغايه لما يبرد، هنطلع كل السخونيه منه. يعني انا هحاول ان انا احط ايدي كده كده الجو برد يعني فهعملها بايدي. اهي يا بنات هنقعد نعجن فيها كده لغايه لما نخرج كل السخونيه منها. اهو كده يا بنات العجينه بردت معانا. هنحط اول بيضه ونحاول ندخلها مع بعض كويس خالص في العجين لولا ما نحط البيضه الثانيه. هنقعد نقلي فيها لغايه لما تدخل مع بعض في العجين. يا ريت يا بنات تصلوا على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهو يا بنات اول بيضه حطيناها خلاص ودخلناها. هنحط مع بعض البيضه الثانيه، هنعجنها كويس مع بعضيها. اهو يا بنات كده اتلمت مع بعض والبيض دخل كله مع بعضه. هبتدي يا بنات احطهم في الكيس الحلواني اللي عندي. هوريكم يا بنات الجمع الثالث اللي انا هشتغل بيه، هو ده الجمع اللي انا هعمل بيه البلح شام. هو اي جمع انت تفضلي، بس ده اللي هيدينا الرسمه بتاعت البلح شام اللي احنا بنحبها وبنجيبها من بره. هنا عندي طاسه حطيت فيها حبه زيت، بس هنحاول ان احنا نخليش الزيت بتاعنا يسخن جامد، لازم يبقى كده دافي دفيان. تمام، هنا الزيت معانا دافي يا بنات، هننزل عليه بالبلح شام. في ناس يا بنات بتستخدم المقص، بس انا بخاف ان انا اقطع بالمقص تنزل مره واحده الزيت يطرطش عليا، فبصراحه مش حابه الموضوع ده، فعشان كده انا بقطع بايدي عادي. وبعدين انت بالطريقه اللي بتحبيها او بتريحك اعملي بيها. اهو يا بنات الحجم، كمان الحجم اللي انت تحبيه وتفضليه اعمليه. هنخلي النار واطيه عليه بنات مش عاليه علشان خاطر يستوي وما يبقاش معجن من جوه. ده الشربات بتاعنا يا بنات اهو، السمك بتاعه حلو خالص، وكمان لما قعد بيجي اتقل من كده، وده اللي احنا عايزينه عشان البلح عشان ما ينخش معانا ويطرى ويبقى معجن مع بعض. شايفين يا بنات اللون؟ طبعا اللون انت اللي بتتحكمي فيه واللون اللي انت بتحبيه طلعي بيه. انا كده لسه هديله شويه برضو. اهو يا بنات اللون ده حلو خالص اهو، حمر معانا. هنخرجهم في طبق. دي الكمية التانية يا بنات، يعني كوباية الدقيق عملت لنا طبق حلو يعني.
تمام بنات، نزلناهم في الشربات اهم. هقول لكم يا بنات على السر اللي هيخلي البلح شام يقعد مقرمش معاكم لتاني يوم. انا ما بحطوش في الشربات واطلعه في علبه واقفله واخليه كده كده، هيبقى طري خالص. انا بحطه في مصفى اهو، مصفى وتحتيها طبق، وبحط البلح شام فيها واسيبه يا بنات اليوم كله فيها. مثلا ارمي عليه واحط عليه صينيه من فوق وبسيبه يعني لغايه تاني يوم، بخليه في المصفى دي. والله يا بنات بيفضل زي ما هو ناشف كده ومقرمش يعني لتاني يوم. وده يا بنات الشكل النهائي كان للبلح شام بتاعنا، شايفين شكله؟ والله قمر قمر، والله يا بنات بجد يستاهل بوجكم بصراحه. ما تنسوش يا بنات بالله عليكم ادعمونا وخلوا القناه تكبر بيكم، واشتركوا في القناه وما تنسوناش في اللايك والكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.